كده نكون وصلنا لنهايه الاستريم. اتمنى يكون الاستريم عجبكم، وبقى لنا اهو بتاع حوالي مثلا بقى لنا بتاع ساعه ونص بنعمل الاستريم فورتنايت. ف اتمنى يكون الاستريم عجبكم، وسني بكره على الساعه 12 بالليل او 1 بالليل هنلعب فورتنايت او روبيك سيج. يلا يا جماعه دي وصلنا الاستريم، ولعب الاستريم السنه بكره على الساعه 12 او 1 هنلعب فورتنايت او ريمبو 6 سيج ان شاء الله. فيديو فيفا هينزل قريب، بس البلس عندي خلص فلسه عايز اشتري بلس ان شاء الله. ترقبوا مني الجديد في فورتنايت وريمبو 6 سيج في اللايف وفيفا في الار تي جي وسلسلتنا اللي احنا شغالين. يلا يا جماعه فركش.